كنتش عارف ان اللي جاي اكبر بكتير من كل اللي فات. استاذ محمود مش عارف هو بيقول ايه. مؤلفي شقه 6 يكشفون عن النهايه الحقيقيه للمسلسل. استاذ ما كانش بيقرا الورق اصلا تقريبا. انجي ليست مريضه نفسيه. كنتش عارف ان اللي جاي اكبر بكتير من كل اللي فات. هناك نيه مبيته من المخرج يتم التعديل في ورقنا ويحط وجهة نظره، وده مش جديد عليه في كل أعماله، وأنا صريح زيادة عن اللزوم، وأنا ما بزمش في حد ومش بعيد في حد. هو ده رد محمود وحيد أحد مؤلفين مسلسل شقة 6 اللي نشر بوستات عملت ضجة على السوشيال ميديا مبارح بينه وبين محمود كامل مخرج المسلسل، بعد ما انصدم حسب كلامه من أحداث الحلقة الأخيرة، ومنهم البوست اللي قال فيه: لن أكتب جزء جديد لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤولياتي عنها تماما. ما بأمنش بأي حاجة غير لو كان ليها تفسير علمي. وشوفنا بوستات بنفس اللهجة من باقي المؤلفين كمان، اللي تعاطف معهم عمرو محمود ياسين فأعاد نشر واحد من بوستات محمود وحيد وقال: شيء مؤسف ومحزن أن يسطو أحدهم على فكر وقناعات مؤلف ويغير ويعدل دون الرجوع لأصحاب الحق، لكنه رجع وأخذ موقف محايد ببوست تاني قال فيه إنه ما يعرفش كل التفاصيل. ورد مخرج العمل محمود كامل على كل الجدل ده بتصريح كان الأبرز قال فيه عن المؤلفين ما لا يعرفه الجمهور أنهم لم يكتبوا ربع المسلسل. الأساتذة الأفاضل والنجوم الكبار، هل تعتقد إن هم يمضوا على ربع ورق؟ وبعدين في رقابة، في 15 حلقة مرقبين. أستاذ محمود مش عارف هو بيقول. ومن خلال إي تي بالعربي بيكشفوا عن النهاية الأصلية للعمل بعد ما شافوا المشاهدين في الحلقة الأخيرة إن إنجي اللي بتقدم دورها روبي مريضة نفسياً ومفيش حاجة حصلت معاها حقيقية. إنجي ليست مريضة نفسية، ولو مريضة نفسية ما هو ده العادي يا جماعة. كل اللي حصل لإنجي حقيقي، إنجي تم التلاعب بها من خلال الشيطان. وباين إن الأزمة كانت قبل أحداث آخر حلقة بكتير، فالموضوع بدأ لما وقف تصوير العمل وتأجل لبعد رمضان اللي فات بسبب كورونا. نتفاجئ إن الأستاذ رجع تصوير من غير ما يقولولنا. انا كنت بعمل دور في المسلسل اللي هو مفروض وكيل النيابه، طبعا مش هينفع لان هم عايزين يهمشونا ما ننزلش اللوكيشن عشان الاستاذ يحط الخطوط التي لا تليق بعمل مثل شقه 6. وعلى حسب كلام المؤلفين فمحمود كامل كان عنده رغبه يعمل شخصيه انجي عمياء في اخر الحلقات، واضطر يستعين بمؤلفه جديده عشان تكتب له التعديل ده، وده اللي ما قدروش يعملوه بسبب عدم توافق التغيير مع تفاصيل الشخصيه في المسلسل. حصل اكتر من واقع اثناء التصوير، في شهود على كده، ان الاستاذ ما كانش بيقرا الورق اصلا تقريبا، ان هو كان مقرر حاجه في دماغه من بدايه التعامل خالص. احنا فهمناها بعد كده ان هو عايز يجيب حد معين بحجه ان المؤلفين مش عارفين يوصلوا للي في دماغ الاستاذ، وحصلت مشاكل كتير وعادات كتير مع المنتج طارق البدراوي، وناس كتير تشهد بكده. المنتج ما كانش راضي عن التعديل على فكره. احنا ككتاب كنا حريصين ان احنا نعمل طفره في الدراما المصريه. قد ايه احنا تعبنا عشان نطلع مسلسل زي شقه 6، قد ايه تعبنا في كل شخصيه عملنا لها بروفايل كاركتر، قد ايه تعبنا في التفاصيل، والمسلسل كان عامل زي شبكه العنكبوت، كل حاجه بتؤدي الى حاجه. بمجرد ما تلعب في خيوط العنكبوت دي العمل هيتهاوى. وبعد اعلان محمود كامل عن جزء تاني للعمل واضح ان مفيش طريقه عشان يتحل الخلاف ده، خصوصا ان المؤلفين اخلوا مسؤوليتهم عن المسلسل تماما. احنا بنشرى في كتابه العمل الجديد، وده تصريح مننا مؤلفين شقه 6، لن يكون هناك جزء تاني من كتابتنا خالص. اللي قفل القفله يكتب هو الجزء التاني على اساس ان هي مريضه نفسيه، واحنا ان شاء الله بنشرى في كتابه المسلسل الجديد، وان شاء الله تكون حاجه مختلفه، واتمنى ان ربنا يعني يرزقنا بمخرج يكون معانا على نفس الخط ونقدر نطلع بالعمل كما يجب ان يكون، ويكون بيحترم عقليه المشاهد.